طفئ النار. طيب ذكرنا كم نوع من انواع الطفايات؟ ثلاث. ترى في طفايات اخرى لكن نذكر اشهر ثلاث طفايات. في طفايات الماء، في طفايات خاصه بغازات معينه ومعادن معينه، لكن نبي الثلاث اللي احنا قد نشاهدها في حياتنا اليوميه. طيب كما ان عندنا ثلاث انواع من الطفايات، سنتكلم عن مثلث الاحتراق. الان يا شباب اي حريق لابد ان يكون توفر فيه ثلاث اركان حتى يشتعل هذا الحريق. من ممكن يذكر لي اركانه؟ الاكسجين. تحيه للشيخ. يا سلام. رقم اثنين الهواء. الاكسجين هو. احسنت. يشكل الاكسجين، احسنت، يشكل الاكسجين في الهواء نسبه 21%. نعم. شراره شيء نار. عنصر اشتعال. نار. اللي هو حراره. الحراره. رقم اثنين حرارة. تحية للعتيبي، ما نسيت اسمه. نواف. نواف العتيبي. ونعم. رقم ثلاثة ذكرنا الأكسجين والحرارة. المادة اللي تشتعل. مادة الاحتراق. تحية له. اللي هي الوقود. اللي هي الوقود. تمام. طيب كم عندنا الآن؟ كم أركان ال ثلاثة. أكسجين 21%. الحرارة. حرارة. مادة الاحتراق. وقود. وقود. تمام. حلو. عندنا ثلاث طرق لمكافحة الحرائق عكسها. ما المثلث كذا؟ أكسجين وقود حرارة. كل واحد منها تشيله هذا طريقة. مثلا احنا تشوفون دائما احنا نشوف انها توقد زي كذا صح؟ ونشوف يحطون اصابعهم هو بالسهولة خلاص؟ بكل بساطة نعيدها بناصر. نعيدها. لاحظوا يا شباب. لاحظوا يا شباب. البعض يشوفها نار يقول اوه تروع يا بنحاش. لا خلاص بس. ليش؟ الأكسجين. ليش يا شباب؟ اصلا هم الفتحه هذه، الفتحه هذه القريب منها ما هو بنار، الغاز توه ما بعد اشتعل. يعني في مساحه بسيطه هي ليست حراره. لذلك تشوفون هذا اللي لو كان هذا محتر ما هو بهذا بذوب؟ صح؟ صحيح. كان بذوب حراره 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 كانه سخنه. لا الشرارة زين يبدأ الاشتعال بعد مسافة مليات من خروج الغاز عند الهواء هذا. إيه أنا وش سويت هنا؟ سكرت. خنقته. عندنا ثلاث أنواع لمكافحة الحرائق. أول شيء الخنق، ثم الخنق وش هو؟ قطعت عنه إيش؟ الأكسجين. تحية له مرة ثانية. طيب ترى في حرق غندات. أحسن. وعندنا التجويع. التجويع وش منعنا عنه؟ تنقص الوقود. الوقود. وخرت الوقود. نعم. فدر. وعندنا الحرارة وش عكسها؟ البرودة. التبريد. يلا خلونا نجرب، ايش رايكم؟ لاحظوا الان. يلا. الان بنشوف. خلونا نشوف هنا يا شباب. انت بتكتب هنا. احسنت. انا الان عندي وقود ولا ما عندي؟ وقود. سويت حراره ولا ما سويت؟ زين عندي وقود وحراره واكسجين. طيب يا سلام عندي الان زين ابى اخنق هذا مثلا. خنقت الاكسجين عنه ولا لا؟ طفت ولا ما طفت؟ زين طيب هذا عندنا طريقه واحده من الخنق. كل البيوت اغلبها فيها زي هذه صح ولا لا؟ طيب في حاجه ثانيه هذه طريقه الخنق. طيب في طريقة ثانية مثلا لو قلنا كثير من البيوت فيها فوط صح ولا لا؟ اللي هي محارم ترى اللي هو مثل هذه المنشفة. منشفة. زين؟ أحسنت. نبللها بإيش؟ بالماء. يا سلام عليك. ليش أبللها؟ عشان أثقلها. مثل ترى أنت لو تحط منشفة على فمك فيها ماء كمية الأكسجين أقل ولا لا اللي تدخل؟ لكن لو أنها ناشفة أكثر. طيب لاحظوا الآن كل البيوت تاخذ ربة البيت من الحنفية يبللها ومباشرة بس يحطها كذا على طول. يا سلام. في جهد؟ لا خلصنا. هذه كلها وشو؟ الخنق. طيب كله يبغى له تركيز شوي عشان ما ممتاز. طيب يا شباب احنا خلصنا اللي هي قطعنا الاكسجين ولا ما قطعنا؟ قطعنا. طيب خلونا الان نشوف التجويع. التجويع. تجويع ايش؟ ركزوا يا الربع. ها تبعد مصدر النار ومصدر الوقود عنه. الوقود. ممتاز. طيب
احنا عندنا كل هذه. تخيلوا ان هذا اثاث في بيت. يا سلام. تخيلوا ان هذا اثاث في بيت. حلو. حلو. شب الكنب الاول. حلو. بروح الحق على الثانيات قبل ما يشبه. ايوه. تخيلوا اللي جنبه وش بيسوي؟ اي مصدر قابل بيحترق. واللي جنبه الثاني بيحترق. بيحترق. لكن تخيلوا لو انا بعت الكنبات البعيده هذه الوقود، جوعته ولا ما جوعته؟ لا جوعته، بياكل نفسه. ياكل لين ينتهي. لين ينتهي. يا سلام، اذا جوعت الحريق يعني ابعدت عنه الوقود. خلاص؟ جميل. الاولى وش هو؟ الخنق، قطعت عنه الاكسجين. الثانيه؟ الثانيه التجويع. التجويع. زين؟ التبريد. الثالثه التبريد، هذا وش هو؟ مويه؟ ماء. لاحظوا التبريد. ترى هذا بس يبرد، هم الحرارة؟ يا سلام. عكسها. واضح؟ لاحظوا يا شباب، عندنا ثلاث طرق بنعيدها. نعيد مثلا اللي هو الخنق، التقليل، التجويع. 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 هذا هو عندنا قريب منها. على طول إذا شب شيء، أول حاجة ما معك أدوات للإطفاء تحاول توخر أقرب شيء منه عشان تحجزه بالحالة. بعدها اما الخنق، الخنق لو معي مثلا مثل هذه خلاص اخنقها. طفت ولا ما طفت؟ طبعا هذه المفروض تكون كبيره مثلا اذا هو مثلا طبق ولا اي حاجه ثانيه، او بالتبريد بالماء. كم الان نفذنا من طريقه لمكافحه الحرائق؟ ثلاث. الاولى وش هي؟ الخنق. اخنقه عن ايش؟ الأكسجين. عن الاكسجين. الثانية هو شيء التجويع. التجويع أبعد عنه أقرب شيء. الوقود أقرب شيء. اللي يتغذى عليه. رقم ثلاثة هو شيء التبريد. لماذا؟ لأن مثلث الاحتراق حرارة أكسجين وقود. تمام؟ عكس التبريد. طيب أحسنت. حنا عندنا الآن خذينا هذه الطرق الثلاثة اللي مهمة عندنا. جميل. طيب لاحظوا شباب الآن في الحالات اللي يولع مثل فيها هذا، هل اقدر استخدم هذه؟ الا اقدر؟ اذا واحد ولا واحد قال لا والله نار ذي ما كلم بيحط اصبعه مثلك. صحيح. زين؟ هذه تقدر المنشفه حطها عليها بس خلاص وسكره. سيطر على الوضع. يا سلام. واضح؟ بكل بساطه. نعيدها ثاني مره؟ نعيد. تمام؟ واضح يا شباب؟ واضح. هذه منشفة رطبة، ما عليك إلا تدخلها بالشكل هذا. سكرها. سكرها. تمام؟